بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي كومبوندر. طبعا لازلنا مع الصوت إي كما نلاحظ، الذي يكتب إي أو آر طبعا في آخر الكلمة، سواء كانت اسما أو فعلا. طبعا توقفنا عند هذه الكلمات كما نلاحظ، عندنا أوبليي كما قلنا ناسية، جي أوبليي de faire mes devoirs. أنا نسيت القيام بواجباتي، أو مثلا نقول j'ai oublié mes devoirs، أنا نسيت واجباتي. ثم عندنا l'ouvrier يعني العامل، الشخص الذي يشتغل مثلا في شركة أو في ورشة، إذا نسميه l'ouvrier. ثم le tablier février، شهر février، نتكلم عن الشهر الثاني، janvier يعني الشهر الأول من السنة الشمسية. ثم عندنا لونكخيي كما رأينا هنا، لونكخيي فوالا ستا لونكخيي. ثم عندنا لو سوكري يعني السكر، لو سوكري كما نقول السكرية. عندما نقول لو سوكري نعرفه بهذا لو، أكيد أننا نتكلم عن الإناء الذي نضع فيه السكر، ولكن ممكن نتكلم عن سوكري، شيء ما نقول عنه سوكري يعني أنه سكري. نتكلم عن شيء مثلا يساهم في صناعة السكر إلى غير ذلك، ممكن أننا نطلق عليه سكري. نكمل مع هذه الفقرة، نكونتينيو افيك سو باراغراف. بروميرمون روني تي فا بروندر تا بلوم دو لونكر اي دو بابيي بلون. روني تي فا بروندر تا بلوم دو لونكر اي دو بابيي بلون. روني يا روني، تي فا بروندر تا بلوم، أنت ستأخذ ريشتك. tu vas prendre، طبعا راينا الصيغه في المسابق، تنشوفوا بان عندنا هنا لو فيرب الي، طبعا لو فيرب الي في البريزون نقول جو في، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont. اذا جو في à l'école، جو في à l'école، انا ذاهب الى المدرسه. tu vas à l'école، انت تذهب الى المدرسه، ولكن هنا ما عندناش tu vas à l'école، tu vas prendre، انت ستاخذ. إذا المقصود هنا تتكلموا على لو فيتور بروش، نتكلم على المستقبل القريب. تتكون ديما من لو فيرب الي زائد الفعل اللي تيجي موراه الانفينيتيف. طبعا في أي حالة ملي تيجي الفعل من بعد فعل آخر، الأول تيتصرف والتاني متيتصرفش. طبعا لو فيتور بروش اللي تيكونوا فيه جوج أفعال، الفعل الأول لو فيرب الي، الفعل الثاني هو الفعل اللي غنصرفوه، أكيد الفعل التاني غيكون على انفينيتيف ما غيتصرفش، ولكن هو في الحقيقة راه تتصرف في هاد الزمن، هو راه مصرف في هاد الزمن، ولكن اللي غيتصرف هو هاد المساعد، تماما كما يحدث في لي طون كومبوزي مثلا، ملي تنصرفو مثلا فعل تناخدو لو بارتيسيباسي ديالو مع لوكسيليار افواغ او اتر. هنا تي فا بخوندغ، أنت ستقوم بكذا، تي فا بخوندغ، أنت ستأخذ تا بلوم. طابليم يعني ريشتك، دو لونكر المقصود هنا تي فا بخوندغ دو لونكر، أنت أيضا ستأخذ من المداد أي دو بابي بلون، ومن الورقي الأبيض، أكيد أنك ستكتب شيئا ما. هوني تي فا بخوندغ طابليم، إذا هوني أنت ستأخذ ريشتك، دو لونكر ستأخذ من المداد دو بابي بلون، ثم ستأخذ من الورق الأبيض، المقصود أنك تأخذ ورقة بيضاء مثلا. غوني تي فا بخوندغ تا بلوم دو لونكر إي دو بابي بلون. غوني تي فا بخوندغ تا بلوم دو لونكر إي دو بابي بلون. طبعا في كل حالة بعدما نفهم الجملة، علينا أن نكرر هاد الجمل طبعا حتى تترسخ في أذهاننا هكذا بدون ترجمة، يعني بمجرد أننا نفهم المعنى نكرر هاد الجمل ونتدرب عليها طبعا حتى تترسخ بشكل مباشر. غوني تي فا بخوندغ تا بلوم دو لونكر اي دو بابي بلون. غوني تي فا بخوندغ تا بلوم دو لونكر اي دو بابي بلون. ثم لو بابا دو سوزان ترافاي دون ان غران اتولي. لو بابا دو سوزان ترافاي دون ان غران اتولي. لو بابا دو سوزان ترافاي دون ان غران اتولي. اب سوزان ترافاي، بيان سور سي لو فيرب ترافاي كونجيي او بريزون، إذا هذا فعل عاملة مصرف في
البريزون. لو بابا دو سوزان ترافاي، إذن أب سوزان يعمل دون زان غون أتولي، يعني في ورشة كبيرة، تيخدم في واحد الورشة كبيرة. تنتكلم أحيانا على لو ترافاي يعني العمل، وممكن نتكلم أيضا عن لو ترافايور العامل، تماما كما تكلمنا عن لوفغي، ولكن في الغالب نقول لوفغي يعني العامل. لو بابا دو سوزان ترافاي دون زان غون أتولي. لو بابا دو سوزان travaille dans un grand atelier. René, tu vas prendre ta plume, de l'encre et du papier blanc. Le papa de Suzanne travaille dans un grand atelier. À l'école, Rémi a été le premier et Julien le dernier. À l'école, dans le madrasa, Rémi a été le premier. Et dans René, il y a le premier, il y a le premier. اي جوليان، ثم ان الطفل جوليان لو ديرني، المقصود اي جوليان ا ايتي لو ديرني، وجوليان كان هو الاخير. طبعا عندنا هنا وجوليان الاخير، المقصود بان جوليان كان هو الاخير. اذا اليكول ريمي ا ايتي لو برومي اي جوليان لو ديرني. تنشوفوا هنا بان ايتي، هاد ايتي اللي عندنا هنا، هذا راه هو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اتر، هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل اتر. تنعرفوا بان اتر و افوار تيكونوا مساعدين للافعال الاخرى، لبقيه الافعال، باش نصرفهم في واحد الزمان مركب، مثلا بحال لو باسي كومبوزي، مثلا بحال لو بلوس كو بارفي، بحال لو فيتور اونتيريور. اذا هناك مجموعه افعال مركبه تتكون من المساعد ومن الفعل المراد تصريفه. طبعا الفعل المراد تصريفه تناخذ منه فقط لو بارتيسيب باسي. هذاك الشيء قلنا بانه ضروري خاص الانسان يعرف لي بارتيسيب باسي ديال كل فعل. اذا هاد اتر وهاد افوار انهما تيجيو مساعدين. دابا تنتكلموا على اتر بنفسه عدو لو بارتيسيب باسي ديالو، هو هذا اتي. اذا غيمي ا اتي، اذا غيمي انه كان، غيمي انه كان. كان ممكن نقول مثلا غيمي اي، غيمي اي لو بخومي، اذا غيمي هو الاول. ولكن هذيك او اس تي ديال اتر هذه في البريزون. لو باسي كومبوزي ديالها هي ا اي تي. نقول مثلا غيمي اي جوليان اونتيتي، اونتيتي يعني انهم كانوا، غيمي وجوليان كانوا هما الاولين مثلا. اذا سنقول غيمي اي جوليان اونتيتي، تتبقى هاد اتي نفسها تماما كما في ملي تنصرفوا اي فعل مع افوار، ملي تنصرفوا اي فعل مع افوار طبعا في الباسي كومبوزي، يعني هذاك لو بارتيسيب باسي تيبقى يتردد نفسه، اللي تيتغير هو هاد افوار. اذا غيمي اي جوليان اونتيتي لي برومي، يعني ان غيمي وجوليان كانوا هما الاولين، كانوا بجوج هما الاولين. او نقول تو سي زاليف، كل هاد التلاميذ اونتيتي لي برومي، يعني انهم كانوا هما الاولين. ا ليكول غيمي ا ايتي لو برومي اي جوليان لو ديرني. طبعا كما ذكرنا بان هنا اي جوليان باش ما نعاودوش ا ايتي، لانه هنا في الحقيقه راه كاينه جوليان ا ايتي لو ديرني، حتى لا نكرر هاد ا ايتي، يعني اننا حذفناها واكتفينا بالاولى. غيمي ا ايتي لو برومي اي جوليان لو ديرني اون جانفي اي اون فيفري، يعني في شهر يناير وفي شهر فبراير. إيل في تخي فخوا، بأن الجو يكون بارد. وذكرنا هاد الصيغة عندما نقول إيل في، إيل في تخي فخوا، كما نقول بأنه يفعل جد بارد، جد بارد، المقصود بأن الجو جد بارد، يكون الجو جد بارد. سي ليفيغ، إنه فصل الشتاء، إنه فصل الشتاء. دون شاك اني إليا كاتر سيزون، في كل سنة هناك أربع فصول. أون ليفيغ، ثم بعد لو برانتون ليطي، أون ليطي هناك فصل الصيف، لوطون، لوطون فصل الخريف. سي ليفيغ، إنه فصل الشتاء. أون جونفي إي أون فيفري، في شهر يناير إي أون فيفري وفي شهر فبراير، إيل في تخي فخوا، الجو يكون جد بارد. سي ليفيغ، إنه فصل الشتاء.
En janvier et en février, il fait très froid. C'est l'hiver. En janvier et en février, il fait très froid. C'est l'hiver. En janvier et en février, il fait très froid. C'est l'hiver. Ce matin, à la sabah, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ce matin, à la sabah, René est tombé en jouant dans l'escalier. Et dans la sabah, René est tombé. René s'est ولسقط هذا علاش صرفنا لو فيرب طومبي مع اتر حيت غوني ولسقط ماشي هو طيح شي حاجه اخرى اذا غوني اي طومبي اذا غوني سقط اون جو اون جو لاعبا اذا هو سقط وهو يلعب وهو يلعب في الوقت اللي كان يلعب فيه هاد الصيغه في اللغه الفرنسيه تسمى لو جيرونديف لو جيرونديف طبعا هو واحد المود لو جيرونديف تيتكون من هاد اون و تيتكون من لو بارتيسيب بريزون ماشي لو بارتيسيب باسي لو بارتيسيب باسي ديال الفعل هو اللي تنعملوه مع اتر بحال دابا هذا سي لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل طومبي اذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل طومبي طومبي كما تلاحظوا بانه ينتهي ب او ار اذا طبعا لو بارتيسيب باسي باش نحصلوا عليه تنحيدوا او ار ونضع هاد او اكسون ايغي ثم نضع او اكسون ايغي كما عندنا هنا اذا نحصل على طومبي اذا نحصل على طومبي بهاد او اكسون ايغي بدل الفعل اللي تيكون الانفينيتيف اللي هو طومبي ولكن او اخ تنعرفوا بان او اخ انها تنطق في اخر الكلمه في اغلب الكلمات طبعا اي تنطق اي اذا طبعا الافعال اللي الانفينيتيف وتنتمي من المجموعه الاولى انهم تنتهي ب او ار وتنطق هاد او ار تنطق اي وعندنا هاد طومبي تنطق بنفس الشكل عند في مكان هاد او ار عندها او اكسون ايغي هذا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل بحال دابا عندنا هنا لو فيرب طومبي لو بارتيسيباسي الخاص به هو طومبي بهذا الشكل لو بارتيسيب بريزون هو طومبون طومبون بهذا الشكل ا ان تي اذا بحال دابا لو فيرب جوي حتى هو تنتهي ب او ار اذا طبعا لو بارتيسيب باسي الخاص به هو جوي بهذا الشكل او اكسون ايغي على ف ولكن جوون هذا لو بارتيسيب بريزون لو بارتيسيب بريزون هذا لو بارتيسيب بريزون فين تيفيد تيفيد ملي تنبغيو نبينو بان هذا الفعل تيمشي بالتوازي مع فعل الآخر هاد الفعل تيتم بالتزامن مع فعل الآخر بحال دابا هنا هاد غوني غوني أنه سقط وهو يلعب في الوقت اللي كان تيلعب هو سقط إذا هاد الفعل تم في الوقت ديال هاد الفعل الآخر إذا غوني إي طومبي أون جوون أون جوون يعني أن غوني يسقط أون جوون لاعبا لاعبا هاد لاعبا اذا هي جوون ولكن تربطوا هاد الفعل طبعا لو بارتيسيب بريزون مع بقيه الجمله اذا طبعا نربطو بهاد اون هاد اون زائد هاد لو بارتيسيب بريزون نسمى في اللغه الفرنسيه لو جيرونديف غون اي طومبي اون جوون دون ليسكالي اذا هذا الصباح سو ماتان غون اي طومبي روني سقط اون جوون اون جوون لاعبا دون ليسكالي في الدرج يعني انه طاح في الدروج هو تيلعب وطاح في الدروج سقط في الدروج سو ماتا روني اي طومبي اون جوون دون ليسكالي اذا هاد الصباح روني سقط وهو يلعب وهو يلعب اون جوون في الدرج دون ليسكالي Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. طبعا بالتكرار نتدرب على هذه الجمل. Ouvre ton cahier neuf. C'est le verbe ouvrir. À quel temps? فاش مصرف هذا؟ اسم زمن؟ طبعا مصرف à l'impératif. ما كاينش قدامو ضمير
لا يوجد أمامه أي ضمير. أوف، إذن هذا أمر هذا. أوف طنكي، افتح دفترك. نوف، الجديد. افتح دفترك الجديد. أوف طنكي نوف. أوف طنكي نوف. أوف طنكي نوف. أوف طنكي نوف. Trempe ta plume dans l'encrier. Trempe ta plume dans l'encrier. Trempe, c'est le verbe tremper. À quel temps? Idem sarf aizaman, de la même façon comme le verbe ouvrir. Le verbe tremper est conjugué à l'impératif. Benastareka kafiel ouvrir. Le verbe tremper est conjugué à l'impératif. Idem ou benastareka msarf à l'impératif. مصرف في الامر. عندنا هنا ترومب. ترومب يعني اغطس. اغطس شنو اغطس؟ طابليم، اغطس ريشتك، اغطس الريشه ديالك دون لونكري، اعملها في لونكري. لونكري شنو فيها؟ في المداد. في المداد طبعا نتكلم على الوقت اللي ما كانش مازال القلم. هذا القلم مازال ما كانش، كانوا الناس تكتبوا بهادي، تعملوا الريشه في هاد الدويه اللي فيها المداد. إذن هاد الدوية تسمى لونكري لأن تتضمن لونك. لونك يعني هو المداد. إذن هنا عندنا ترومب تابلين دون لونكري، يعني اغطس ريشتك في هاد الدوية. إذن أوفر تونكي نوف، افتح دفترك الجديد. ترومب تابلين دون لونكري. أوفر تونكي نوف، ترومب تابلين دون لونكري. أوفر تونكي نوف، trempe ta plume dans l'encrier. Va vite acheter 2 kilos de farine chez l'épicier. Va vite. Va vite. Sir besora. Yani sir bezerba. Va vite. Acheter. Adnana ishtera. Le maqsoud bi idhab besora li shira. طبعا كما تنشوفوا بان هذا الفعل الانفينيتيف. الانفينيتيف تنشوفوا راه منتهي ب او ار لانه تنتمي للمجموعه الاولى. طبعا خليناه كما هو. علاش جاء بعد فعل اخر؟ طبعا الفعل الاخر مصرف على امبيراتيف. كان ممكن نقول فا اشتي، اذهب لشراء. طبعا هاد فيت، هاد فيت سيت ان ادفيرب، هادي فقط كوصف للفعل. لادفيرب هو اللي توصف لنا الفعل. فا اذهب، كيفاش بغينا يمشي؟ بغينا يمشي بسرعه. اذا هاد فيت تتوصف الفعل، تتوصف بانه خاص يكون سريع. فا فيت، اذهب بسرعة. الأصل هنا أن نقول فا أشتي، اذهب لشراء. ديما الفعل اللي تيجي مباشرة بعد فعل آخر تيكون الانفينيتيف. طبعا هذه حالة من الحالات. كاينة حالة أخرى ملي تيكون الفعل بعد بوغ، ملي تيكون الفعل بعد أ. ما تنتكلمش على أ ديال أفواغ، تنتكلم على أ اللي تيكون بعد، اللي تتكون فوق منها أكسون. إذا الفعل اللي تيجي بعد هاد أ، إذا تيكون الانفينيتيف. الفعل اللي تيجي بعد دو تيكون الانفينيتيف. إذا فا فيت أشتي، اذهب بسرعة لشراء. دو كيلو دو فارين شي لي بيسي، اذهب بسرعة لتشتري. 2 كيلو دو فارين من الطحين شي لي بيسي، من عندي البقال. من عندي البقال. سير بالزربة شري جوج كيلو ديال الطحين ومن عند البقال. فا فيت اشتي 2 كيلو دو فارين شي لي بيسي. فا فيت اشتي 2 كيلو دو فارين شي لي بيسي. لو جودي ميشيل فا جوي دون لاتولي دو منوزي. اذا يوم الخميس ميشيل فا جوي. ميشيل فا جوي. تو فا بخوندر تا بلوم، انت ستأخذ ريشتك. هنا عندنا لو جودي يوم الخميس ميشيل فا جوي. ميشيل فا جوي دون لاتولي دي منوزي، يعني في ورشة النجار. طبعا النجار هو لو منوزي. اذا يوم الخميس ميشيل غادي يلعب في الورشة ديال النجار. لو جودي ميشيل فا جوي دون لاتولي دي منوزي. لو جودي ميشيل فا جوي دون لاتولي دي منوزي. لو جودي ميشيل فا جوي دون لاتولي دي منوزي. إذا نعيد. روني تي فا بخوندر تا بلوم دو لونكر دي بابي بلون.
Le papa de Suzanne travaille dans un grand atelier. Le papa de Suzanne travaille dans un grand atelier. À l'école, Rémi a été le premier et Julien le dernier. En janvier et en février, il fait très froid. C'est l'hiver. Ce matin, René est tombé en jouant dans l'escalier. Ouvre ton cahier neuf. Trempe ta plume dans l'eau criée. Va vite acheter 2 kilos de farine chez l'épicier. Le jeudi, Michel va jouer dans l'atelier du menuisier. Tu m'as donné cette l'ibarat. Quel est ton métier? Quel est ton métier? طبعا لو ميتي المقصود به المهنة. مثلا جو سوي منوزي، انا نجار. اذا كيلي طون ميتي، كيلي طون ميتي، ما هي مهنتك؟ ثم عندنا ايبيسي بقال، ايبيسي بقال، منوزي نجار، فيتخي صاحب زجاج. تكلم على لي فيتخ يعني زجاج. فيرميي مزارع، فيرمي مزارع. طبعا تنشوفو هنا علامة الاستفهام، بوان دانتيروغاسيون. المقصود هنا بهاد العلامة بأن هاد الكلمات جاءت على شكل سؤال. كيفاش غتكون القراءة ديالها؟ غتكون القراءة ديالها كالتالي: سنقول للشخص كيلي طون ميتي، ما هي مهنتك؟ إي بي سي، هل أنت بقال؟ منوزي؟ هل أنت نجار؟ فيتخي؟ هل أنت تصنع الزجاج؟ فيرمي؟ هل أنت مزارع؟ إذن ستكون القراءة ديالها هكذا. إذن نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.